دلال نطتنا بستوديو واتس كوكينج تنشوف شو محضرت لنا اليوم. بونجور. هاي تينا، كيفك اليوم؟ سافا وانت؟ ناطرتك اكيد ومع وصفه هيك مثل ما قلت لك طيبه ومميزه. اليوم عامله جراتان ارديشوكي مع اللحمه مع الصويا صوص والجينجر. بدي اضيف شويه من الكوسه، هيك وصفه سهله وسريعه. بدي اغطي وصفتي بالارديشوكي والبقدونس مع الكعك. هيك اليوم حبيت هيك لشهر رمضان الفضيل هيك اكله بتشبع ونكون طلعنا شويه من الشوربات ومن العاده. خلينا نبلش وصفتنا، لكن وصفتنا فيها شقين تينا. اول شق بدنا نشتغل بالصلصه البيضاء العاديه اللي بدي اضيف لها ملعقتين من العسل. الشق الثاني هو اللحمه مع الخضره او الدجاج او السمك. خلينا نبلش بالشق الثاني، شو رايك؟ يلا. لكن شو معموله وصفتنا؟ بطنجره على نار بدنا نحط 3 ملاعق من زيت الزيتون أو زيت النباتي، فينا نشتغل بالاثنين. بدي بلش قلي بصلة، ثوم، بدي ارجع اضيف شوية من الجنجر. اليوم حبيت اشتغل باللحمة المفرومة، بس أكيد إذا عندي دجاج بالبيت في أقطعهم مثل الشيش طاووق أو شاورما. إذا عندي قريدس مثل ما في اشتغل بس بالخضرة، يعني بلا اليوم لحمة وبلا دجاج. لكن اول شيء بدنا نبلش نقلي بصله، لكن بدي اضيف بصله كبيره قطعتها اكيد قشرتها فرمتها صغير، وبدي اضيفها على الزيت يلي على النار. سو هون عم نعمل قلية اللحمة؟ هلا عم نعمل مزيج اللحمة مع الخضرة تينا، يعني أوكي. كل شيء عندي اليوم حبيت ضيف شوية من الأرديشوكي، كوسة، سبانخ، شو ما عندي بالبيت، يعني 2 كوسة، 2 جزر، فليفلة، شو ما كان في ضيف على وصفتي. لكن بصل، ثوم، هلا دقيقتين بدنا نرجع نعمل الصلصة البيضاء، بس بدنا نضيف لها شوية من العسل. سو رح تطلع شوي حلوة؟ يلي هيك كون طلعنا شوي من العادة. لكن بصل، ثوم، لحمة، اليوم حبيت اشتغل باللحمة المفرومة، بس بدي اقول تينا اليوم عندي لحمة مقطعة مثل الشاورما، كمان في ضيفة، في ضيف الفيليه مثل ما في ضيف الفوفيليه مثل ما في ضيف الكفتة. بدي اقول إذا أنا عملت كفتة وبقي عندي شوي في كمان كعزلهم تينا وضيفهم، انا كثير اوقات بشتغلها مع الكفته بتطلع طيبه كثير وكمان كونسيستنت يعني بتشبع. لكن حاترك اللحمه على نار لتستوي قبل ما اضيف الجنجر. حبلش بالصوص بلانش، شو رايك؟ يلا. لكن صوص بلانش قلتي لي فيها عسل، فرح نحس بالطعمة الحلو. بدنا نحط صح. لكن نرجع بنذاكر نحن اليوم عم نشتغل على الخضرة، مزيج الخضرة، يعني شو ما كان عندنا بالبيت أكيد فينا نشتغل فيه. والصلصة البيضاء يلي بتتميز بملعقتين من العسل. هلا لكل مين عم يحضرنا تينا وما عنده عسل بالبيت بقول له انه هيدي وصفه كمان تمشي بلا عسل، لكمان نشجع كل المشاهدين اللي عم يحضرونا، لانه بدنا نحط صويا صوص وبدنا نحط جنجر الطازه. طارت الشوكه تينا. انت اليوم طارت الشوكه مع ناتالي، طارت التليفون. لكن في شيء اليوم هون بعد في انا ما طرت الشوكه. هلا انت اذا بتطيري تينا بنسلقيك لانكم بتطلعي لعنا. لكن خلينا نحضر الجنجر مع البندوره، الكوسة، الأرضي شوكة. اليوم حبيت اشتغل بالأرضي شوكة المجلدة يلي شلتهم من الفريزر، يلي وضعتهم بمصفية ليروح التلج عنهم، قطعتهم لمكعبات ولا سلقتهم ولا قليتهم. هلأ بدي أقليهم مع اللحمة والبصل والثوم والجنجر. أما هون عم نشتغل بالصلصة البيضاء يلي أكيد مثل ما كل مرة منقول قد الطحين
قد الزبده، اذا اليوم عم بحكي على 5 ملاعق من الزبده عم بحكي على 5 ملاعق من الطحين يلي بده يضيف لهم شوي شوي حليب السائل، رشه من الملح، رشه من بهار الابيض، واليوم مثل ما قلنا انه بتتميز وصفتنا بملعقتين من العسل، وبنرجع بنذكر المشاهدين ما عنده عسل بالبيت نشتغلها بلا عسل، لانه اوريدي بدنا نحط باللحمه الجنجر والصويا صوص يلي بدها تعطي نكهه طيبه. دقيقتين رح تضيف الجنجر، بدي ارجع اضيف الخضره شوي شوي. بتعرفي هيدي وصفه فينا نحط معها المعكرونه كمان، اعطينا مع مزيج الخضره مع الصلصه مع البشاميل، يعني اذا بدي اياها تشبع في ضيف المعكرونه يلي كمان صارت وصفه، فبتصير بعد شبيعه اكثر، يعني شبيعه اكثر. صح، بدنا نضيف الجنجر المبروش او المفروم صغير، فبصله لحمه مفرومه، زنجبيل مقطع صغير، جنجر. انت شو اصناف الخضره انت اللي رح تحطيها اليوم؟ كوسه؟ ما عم بسمعتينا؟ شو اصناف الخضره اللي رح تحطيهم اليوم؟ اليوم حبيت اشتغل بالارتيشوكه، بالسبانغ، بالكوسه مع الفطر، والفطر مش الطازه، المعلب يلي بدي اشتغلهم كلهم سوا. رح بلش بالارتيشوكه، بدي احط صويا صوص، رشه من الملح، رشه من البهار. بتعرفوا انه الارتيشوكه لو مجلده بتكون كمان بتكون قاسيه، يعني بكون بدها وقت على بدها وقت تستوي. صح، فنحن رح نسويها مع اللحمه وباقي الخضره، مش هيك؟ يعني ما في لزوم نسلقها قبل بوقت او شيء. خليني اقول كمان تينا هيك لنعطي فكره ثانيه، انا اليوم ما عم بالي اعمل هالوصفه، الخضره يلي عم بشتغلها هلا على نار هي ذاتها مع صويا صوص بعمل يخنه الرز، وفي احط ملعقتين من العسل للرز كمان تطلع طيبه. انا عم بحط الطحين على الزبده يلي على طول على نار، انا وعم بحرك شوي شوي، وبدي ارجع اضيف الحليب السائل. بدي روح واجي تينا وحرك الخضره يلي على نار، لكن حطينا الارتيشوكه مع البصل والثوم، حبيت ضيف شويه من الكرات، يعني اليوم لقيت عندي بالبيت كرات حضيفهم على وصفتي. وبدي ارجع ضيف الحليب السائل، نرجع بنذكر تينا انه شو ما عنا بالبيت فينا نستخدم، في فليفله، بطاطا كمان بتطلع طيبه. رح بلش ضيف الحليب السائل شوي شوي، لكن هون دوبنا الزبده مع الطحين، ومثل ما كل مره بنقول قد الزبده قد الطحين، اذا هلا عم نزيد الحليب على ربع كوب من الزبده ربع كوب من الطحين، وبدنا نضيفهم شوي شوي. اما هون بدي اضيف الكوسه، على خلطة الخضرة دلال بدنا نزيد شي صلصة؟ في شي بدنا نزيد عليه تا يستوى كلهم مع بعضهم؟ لا، بدي ستويهم بلا 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 سائل بلا صوص، بدي ازيد بس البندورة، عصير الحامض، الصويا صوص، الملح والبهار، بس بدي ستويهم بلا صوص. بلا صوص، اوكي. لا، البندورة هي كافية رح تكون أكيد. اليوم اكيد، ايه بتنزل مي لان. فلكينا نحن عم نخلص البيشاميل، لما تخلص البيشاميل بتصير جاهزه وقتها تنطبقها مع باقي المزيج. صح صح، بدل بدي نضيف لها شويه من الملح، شويه من البهار الابيض، وما بدي انسى العسل.
كمان. ونحن رح نسكبهم بجات او بصحون صغيره، ولا كيف رح يكون البرزنتيشن دلال؟ مثل ما بتعرفي تينا واللي بيحضروني بيعرفوا انه انا بحب احطهم ب نحطهم بصغار، يعني ب اوكي بكاسات صغار. يلا دقيقتين بدنا نحطهم ببيركسات صغار او اكيد اذا بالبيت للعيله، وبدنا نعمل كرامبل. قربت تخلص الصوص بلانش، خليني احط البندوره. هلا انا لضيق الوقت لنقدر نوصل الفكره عم بسرع، بس اكيد بالبيت لكل شخص عم يشتغلها بكون بدها وقت اكثر. نعم. سو هون اكيد بدها تكون استوت الخضره، بنعرف انه حطينا البندوره صارت جاهزه، البندوره المفرومه، لكن بعتي بندوره وصويا صوص. صويا صوص ما بدك تحط كثير من الملح، لان مثل ما بنعرف انه الصويا مالح. بدي اضيف رشه من البهار الابيض، والكرامبل. الكرامبل على الوجه دلال من شو مكون؟ معمول من بقدونس، من قردي شوكه، من كعك، في حط شويه من حبه البركه كمان. اوكي خلينا نرجع نعيد هون لما نضيع المشاهدين فينا. جبنا طنجره، حطينا شويه من الزيت، ورجعنا ضفنا بصله مفرومه صغير، ثوم 3 لـ4 فصوص، وشويه من اللحمه المفرومه او الدجاج او بلا لحمه. رجعت ضفت الارديشوكه، الجنجر المفروض صغير المفروم صغير ما بدي انسى ابدا. رجعنا على طول على نار، ضفت شويه من الكوسه، شويه من الكرات كمان. ضفت البندوره، كل حيلا خضره عندي، كوسه، باذنجان، شو ما عندي بالبيت بشتغل فيهم. هلا بدي اضيف شويه من السبانخ، وبدي اختم بالفطر مع صويا صوص. هيدي هي وصفتي. اما بالنسبه للصوص بلانش رح احط السبانخ، اليوم عم بحكي كمان على السبانخ المجلل. خلصت صوص بلانش، بدي احط لها العسل، الملح، واختمها لاقدر وصل فكره الكرامبل للمشاهدين. برجع بذكر تينا انه هيدي في اوقاف هون اعملها يخني. حط لها شويه من عصير البندوره، استبدل الصلصه البيضاء كمان بتطلع طيبه كثير بالرز. يلا خلصت الصوص بلانش، رح اطفي تينا، رح اضيف العسل، الملح، رشة من الملح تأختم الصلصة البيضاء، رشة من البهار الأبيض، ملعقتين من العسل. هيدي هي الصوص بلانش، الصلصة البيضاء اللي اشتغلناها. فوالا حيكتفي هون. خلصت الصوص بلانش، بلكي نلحق نعمل الكرامبل. يلا بننتقل للكرامبل. لكن هيدي الصلصه البيضاء يلي خلصت ححطها هون. قبل ما اعمل الكرامبل تينا خلينا نختم الخضره لنوصل الفكره. من بعد ما وضعنا كل الخضره سوا فوق بعضهم، بضل عندي ضيف اخر شيء مثل ما هون عم تشوف، ضفنا السبانخ. اكيد بدهم وقت اكثر. بدي اضيف الفطر المعلب او الطازه، عصره من الحامض، يعني لكل شخص تينا عم يحضرنا وبعد لهلا ما عارف شو بده يطبخ، يعمل هيدي كيخنه طيبه كثير او مثل ما هي مع صوص بلانش. بدي اضيف عصره حامض، رشه من الملح، رشه من البهار الابيض. لحس اليوم ما في كثير بهارات، كنا اليوم عادلين تينا. بس حاطين الجنجر طازه دلال. ما في. شو بدي اختم؟ بدي اختم بالصويا صوص. هيدي هي الخضره. في
في اشتغلها بالبطاطا، في اشتغلها بالكزبرة كمان بتطلع طيبة. رح اتركها على نار خفيفة لمدة دقيقتين قبل ما صبها، وانتقل للكرامبل. لكل يلي بيحضروني بيعرفوا انه انا شخصيا بحب غطي الجراتان او حيلا شيء مش ضروري بس جبنه، فينا نقول انه لا في عندنا العديد من الافكار. مشو بدي غطي وصفتي اليوم؟ بدي غطي بالكعك، بالبقدونس المفروم اكيد، او الكزبره. اليوم بتقولي لي ما عندي بقدونس، انا بشتغلها، يعني انا اليوم وقفت بين بقدونس او كزبره. حبيت اشتغل معها، بقى عندي شويه من القرديشوكه تينا مقطعين صغار وراح ضيفهم على وصفتي. شويه من حبه بركه، بس هول بدهم يكونوا مستويين. مستويين عم بحكي على مجلد. هلا نحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نعبي الصينيه، بدنا ندخلها على الفرن، بدنا نغطي وصفتنا وبدنا كمان فوت بدنا ندخل وصفتنا على الفرن. هلا نحن ما حندخلها لضيق الوقت. يلا رح نخلص كل هيدا تحت الهواء، هيك بنرجع لعندكم مشاهدينا بعد هالبريك. سو اليوم وصفتنا كانت الجراتان بال مش بس قرديشوكه، لانه في كثير اصناف خضره، فهي الفكره انه الخضره الموجوده عندكم بالبراد فيكم تقطعوها وتدخلوها بالروسات مع صوص البيشاميل والكرامبل على الوش. خلينا هيك تينا ارجع اقول للمشاهدين انه عن جد اوقات بتكون مثل ما كل مره بقول وصفه بسيطه، بس بما انه حطينا العسل والصويا تغيرت كل الطعمه، بالاضافه للجنجر، يعني حطينا البهارات كمان العاديين، يعني ملح وبهار. اليوم ما حكينا ابدا بالبهارات، بس مزيج اللحمه مع الخضره يلي هو بيعطي نكهه كثير طيبه. وخلينا نرجع نذكر ونقول انه حيلا شيء خضره عندي بالبيت، عندي اثنين بطاطا، اثنين كوسه، اثنين باذنجان، فليفله، شو ما يعني انا اليوم حبيت اشتغل بهالانواع الخضره، بس اليوم بدي اقول شو ما عندنا بالبيت كمان فينا نشتغل مع كوسه وباذنجان كمان بتطلع طيبه كثير. بس هو كمان الكرامبل، وخلينا نذكر المشاهدين ونقول نحن هي وصفه بعد ما دخلناها على الفرن فينا، لان اذا بدنا ندخلها ما بنفرجي شيء للمشاهدين على البريك. سو اشتغلناها وما دخلناها، بدي احمل الفرن 160 درجه وبدي ادخل وصفتي بقلب الفرن لمده مش اكثر من 10 دقائق، مثل ما بنعرف الصوص بلانش بتنشف لانه كله مخبوز، بقى ما قلنا غير هيك ندخلها شوي على الفرن. فنحن طبقه الخضره تحت وفوق البيشاميل. بدي اقول لك انه انا اشتغلت بطريقتين هلا تينا، حطيت بوحده حطيت طبقه من الصوص بلانش بالكعب فوق الخضره، بوحده ثانيه حطيت الخضره فوق الصلصه البيضاء، لان نوصل الفكره ونقول للمشاهدين انه انا فينا نشتغل بالطريقتين حسب شو طلع عندنا كميه كمان يمكن من الصلصه. وإذا الكميتين قد بعضهم فينا نمزجهم سوا كمان، فينا نمزجهم سوا كمان ونحطهم ونقدمهم. ولكل مين ما عباله يعمل كرامبل، إذا عنا شوية من الجبنة بالبيت أو في اكتفي ببس من الكعك مع شوية من الزبدة يلي بدخلهم على الفرن، أو مزيج كمان الأجبان مع الكعك مع البقدونس مع الأرديشوكة. إذا أنا اليوم ما عم بشتغل بالأرديشوكة تينا، عم بشتغل بالكوسة والباذنجان، في نجيب كمان كوسة وباذنجان وفرمن صغير وأعمل كرامبل حلا نوع من خضرة. يعني أنا اليوم سأبت بقي عندي شوية قرديشوكة، حبيت أنه أشتغلهم بهالطريقة، بس فينا أنه نستبدل بحيلا نوع من الخضرة كمان ونغطي وصفتنا. هيدي وصفة هيك بشهر رمضان بتشبع، ونكون طلعنا شوي من بعد الشوربة أكيد والوصفات التانية يلي اشتغلناها. ثانك يو دلال لهالأفكار الحلوة والجديدة وهينين كمان بنفس الوقت. رح ناخذ بريك مشاهدينا ومكملين ألايف.